الو يا مريم، 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 مساء الو، الخير. ايوه يا مريم. الصوت بعيد قوي، انا مش سامعه. طيب امال يعني ده ممكن فين؟ توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ طيب اوكي، انا موطيه خالص بس صوتكم بعيد قوي. طب اسمعينا من التلفزيون. قولي سؤالك يا مريم، احنا سامعينك كويس. ايوه، انا حضرتك كان عايزه اسال بس دكتور هاني، انا كان عندي مجموعه من السنطات في رجلي واتنقلت في رجلي التانية، فخدت ليها ادويه كتير، ودلوقتي انا حاليا متابعه مع دكتور جلديه، بس قال لي هو بيوقف نشاط السنطات دي وهيشيلها لي بالليزر. ففي واحده كمان طلعت في ايدي، فقال لي اللي هو السنطات اللي في رجلي دي هتتشال بالليزر بس بنج كلي، فانا عايزه اشوف لو هي هتتشال بالليزر هترجع تاني ولا مش هترجع. اوكي، انت بتاخدي لها علاج معين او كده؟ انا باخد لها باخد لها مضاد حيوي، باخد حاجات برضو ماسه عليها، وهو قال لي بس هنوقف النشاط بتاعها عشان هي بتنتشر، لان كانت في رجلي واحده وبعد كده بقت في رجلي الثانيه وبعد كده عملت سيبك واحده بعد في كده. ايدي. اوكي، طب اسمعي الجواب بقى، تقدري تعلي التلفزيون وتسمعي الاجابه على طب سؤالك انا من كان عندي الدكتور. سؤال تاني، معلش. اتفضلي انا اتفضلي. كان عندي حب شباب في وشي بس في اثار بس مش جامده قوي، فيا ترى يتشال بالليزر ولا يتشال بكريمات عاديه؟ انت لو سمعتي الحلقه من اولها، يعني احنا بنتكلم عن الفراكشنال ليزر، وهو اصلا يعني اكتر حاجه فعاله لازاله حب الشباب. يمكن الدكتور لسه قايل دلوقتي انه الكريمات ما تبقاش فعاله في ازاله الاثار زي هذا لا الجهاز. لا أزوجي. طب هي بتسأل الاول على الصنطة او الورش دي. انا شخصيا مؤمن انه امراض الجلد يعالجها دكتور الجلد مش يعالجها دكتور التجميل. بنفهم فيها، بنعالجها، بيجيلنا وبنشيلها، بس الافضل هو اللي بيشوف حالات اكتر. انا بشوف كم حالة صنطة في السنة، 3 4 حالات، هو بيشوفها 3 4 مرات في اليوم، صح؟ فهو اقدر. هو بيروح مؤتمراتهم، هو بيسمع علاجات جديدة، بيجيب. انا جبت الجهاز ده، رحت مؤتمر لقيته احدث جهاز في العالم، جبناه وجينا. هو حضرتك انا بروح مؤتمرات ايه؟ خاصة تجميل، بالتجميل. فالجديد في التجميل كله عندي. انما لو عالجت الصنطه اللي عندها هعالج بكلام قديم قوي، لان انا ما بروحش مؤتمرات جلديه. فالافضل انك يعني انا رايي يا مريم، من قال لا اعلم فقد افتى، رايي انك تتابعي مع دكتور الجلديه اللي حضرتك ماشيه معاه، ونصحك بعمليه سواء بين كلي بين موضعي مع عرفت بس هو حسب على المشكله. الليزر يعني لازم معاه بين كلي، هي دي بس نقطة الحيرة يعني قد يعني. هو لا هو الليزر ما بيحتاجش بين كلي خالص، يعني عاده ما بيحتاجش بينج، بس يعني جايز الليزر او الصنطة عميقة قوي، فهي هي او هي احساسها بالالم عالي قوي، فهو مش عارف يشتغل ممكن براحته. بنج موضعي يا دكتور، في حلول اخرى غير البنج احنا ما نقدرش السري؟ نحكم من غير ما نشوف، فطالما الدكتور قال لها هو محتاج بين كلي يبقى هو شايف كده. انا ما اقدرش اقول هو غلط. اعتقد مفيش درجة برضو من انها تستشير طبيب امراض جلدية بالظبط اخر. بالظبط، خدي اكتر من رأيي يبقى افضل، زي ما شيرين بتقولي يبقى افضل فعلا. طب سؤالها التاني طبعا حضرتك كنت جاوبت عليه بالفعل. اثار حب الشباب، العلاج الاول النهارده مش في مصر، في العالم، هو الفراكشنال ليزر. طب عايزين نتكلم بقى عن الاستخدامات الاخرى للفراكشنال ليزر غير علاج اثار حب الشباب. بص، فراكشنال ليزر بيعمل تقريبا سكين ريجوفينيشن او سكين تايتنينج. يعني ايه بالعربي؟ يعني بعد وقت، حتى لو سنين صغيره 30 سنه، بيبتدي الجلد يبقى فيه تهدل بسيط. ده بيضيع التهدل ده، بيبتدي فيه فاين رينكلز اللي هي التجاعيد التجاعيد الرفيعه الرفيعه خالص. قوي او الخفيفه قوي اللي بتبقى حوالين العين او بين الحاجبين. بين الحاجبين بنفكه بالبوتوكس لو في تجاعيد عاليه جدا مسؤول عنها العضلات، لكن لو في تجاعيد فاين اللي هي في مرحله السكون واحنا قاعدين ساكتين كده، بيبقى في شويه تجاعيد حوالين البق، في خطين هنا، حفرتين جامدين قوي ما بين الانف والفم، تهدد بسيط. ساعات بعض الناس بيبقى عندهم دبل تشين خسوا شويه، فبدا يبقى في تهدد شويه في الرقبه. ممكن زي ما قلنا اطفال حب الشباب بنعمل بيه كمان، لو في بقع غامقه بنضيع البقع الغامقه، لو في اي سكين تاج او اي زوايد جلديه على الوش، حسنه عاليه مش عارف، بيبقى ساعات في زي حسنات بس مش حسنه بقى، بتبقى عامله زي سكين تاج كده، قطعه جلديه زياده عن الجلد، ده بيعالجها. الحلو كمان انا استخدمته بناء على توصيه من الشركات اللي بدربتنا عليه لشد البطن. تخيلي، مش اي بطن، عشان جالنا كذا حاله برضه انت قلت كده. احنا بيشد بتبقى البطن بطنها قد كده بالظبط، بطنها قد كده. وهتشدها لا، ازاي لو يعني؟ انت ولدتي وبطنك رجعتي لوزنك الطبيعي، اوكي، وبطنك فيها تهدل بسيط كله جلد ما فيهوش دهون خالص، يعني هو في تهدل بسيط في الجلد، جلدك ما بقاش مشدود زي الاول، اوكي، كنت بعمل لك ال بي جي، والال بي جي فعال بس هياخد وقت اطول. وساعات بعمل كومباين ثيرابي، بعمل لك الليزر مع ال بي جي او الليزر مع الراديو فريكونسي. يعني قصه الليزر النهارده لو البطن بقى فيها بعض التهدل وفيها ستريتش مارك زي ما كانت حنان بتسال من السعوديه، بعمل لها جلسه ليزر بس لو خفيف
يعني برضو حتى الستريتش ماركس في البطن العميقه صعبه. يعني دايما بقول في الاجهزه ايه، الاجهزه بتعالج البسيط المتوسط. لا، في البطن بسيط بس. اوكي. مش هتعالج متوسط. لان المتوسط ده بيبقى في تخيل الناس ان هو يبقى عندها فولد كده، عندها ثنايا جلديه كده مليانه دهون، وايديها بطنها ماسكاها في ايديها كده. هو ده يبقى متوسط؟ لا طبعا. ده مش متوسط خالص. لا لا ده طبعا لا لا. يعني يعني في جلد متوسط. ده انا عالجه بالليزر وبجيب نتائج هايله، استخدمته كمان للثدي تخيلي. يعني عملت دي بس يشد الثدي. انهي ثدي؟ برضو اللي فيه تهدد بسيط ناتج عن رضاعه، خسه البنج شويه، بيجيب نتائج هايله فيه. هل في انواع جلد معينه ما ينفعش يستخدم لها هذا الجهاز ولا اي؟ بيخافوا دايما من البشره الداكنه. لكن مع فراكشن ليزر انا ما بخافش. لو شفتي الكلاينت اللي كنا بنعمله دلوقتي في التقرير كان بشره داكنه، اشتغلته وعليت الجهاز عادي جدا، لانه ما بيتعاملش مع الجلد خالص، هو بيشتغل تحت الجلد. هو بيخترق الجلد من غير ما يلمسه، بيحمي الجلد تماما، بيتجاهله كانه مش شايفه. اول تلامس بينه وبين بشره او بين البني ادم او الانسان اللي احنا بنعمل عليه الجهاز هو ما تحت الجلد. هو بيشتغل على الجلد من تحت. اوكي. ظهر الجلد. وبالتالي انا مش خايف من لون البشره. عشان كده هو اصلا ما النتائج اللي بيعملها كتير ما بتسيبش اثاره، وعشان كده الداون تايم بتاعه تقريبا زيرو، اللي هو المسافه بين ما بعمل الجلسه لحد ما الانسان بيرجع يمارس صحته الطبيعيه تقريبا صفر. 12 ساعه 14 اوفر نايت، يعني انت بتنامي الصبح تروح الشغل خلاص الصبح هتلاقي مفيش حاجه. مفيش حاجه. فليه؟ لانه ما بيتعاملش مع الطبقه السطحيه من الجلد. بس فنتائجه بتبتدي، عارفه ساعات المسام الواسعه، في ناس ما عندهاش اثار حب شباب. لكن عندها مسام واسعه في الجلد. بالظبط. ده بيضاعها تماما من اول جلسه. من اول جلسه. استخدمناه كمان وثبت نجاح، مش في مصر بس كان في اوروبا، شفنا الورك شوبس عليها. الجفون، بعض الناس عندها تهدد بسيط في الجفون، الجفن الفوقاني بتاع كل ما خدنا نستخدم ليزر حول العين. النهارده بنستخدم ليزر حول العين وانا مطمن تماما. امن جدا. امن تماما. احنا معانا صافي من القاهره اكيد عندها سؤال للدكتور هاني. الو الو. ايوه يا صافي. الصوت ضعيف برضو بس انا حاولي تسالي سؤالك. طب من فضلك، انا كان عندي مرض فقاعي جلدي فعمل لي اثر بني في وشي وفوق حاجبي، وانا وشي حساس جدا. فمش عارفه يتعالج ازاي. عالجته بكريم، يعني تقولي دكتور جلدي برضو. انا بس ما سمعتش الجزء الاول، عندك مرض ايه في جلدك؟ وشي كله. كان عندك مرض ايه يا صافي؟ فقاعي. 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 فقاعي سمعتك خلاص. اوكي اوكي. واخدت كريمات وكده بس مش راضي يروح الاثر البني اللي في بشرتك. اوكي. عندك سؤال ثاني طيب يا صوفي؟ لا بس هو بشرتي حساسه جدا طبعا، بتتقشر من اي حاجه. اوكي. اعتقد انه الفراكشنال ليزر هيكون حالا هيضيع لك البقعه الغامقه دي. والحلو فيه انه ما بيقشرش الجلد. بيحصل بعد، مش ما بيقشرش فعلا، بس بيحصل بعد الجلسه باسبوع بالظبط. الكلاينت كانت بتقول لي انا حاسه بشرتي جافه شويه، مش مقشره، جافه. ده طبيعي ان احنا بنعمل انفلاميشن، بنعمل التهاب تحت الجلد عشان نشد الجلد. فبيحصل شويه جفاف في الجلد بعد اسبوع 10 ايام، بيضيع بمرطبات اي كريم عادي، نيفيا حتى اي كريم بيستخدم، مش لازم حاجات غاليه، بيضيع اي كريم مرطب. اي كريم مرطب عادي بيضيع قصه الجفاف. البقع الغامقه ليها نتائج مع الفراكشنال ليزر ومع الارباميج ليزر. يعني انا الفراكشنال بيبقى ليه هاند ثانيه بتركب على الجهاز، واعتقد ان انا اشتغلت بيها في تقرير سجلته، اعتقد هنشوفه ممكن الاسبوع الجاي او اللي بعده. في بنعالج بيه قصه البقع الغامقه دي مع الفراكشنال، يعني بعمل ده وده. وساعات بستخدم التو هاندز الايرونياج مع الفراكشنال في الاثار حد الشباب لو في حفره عميقه قوي. بتعمل كومبينيشن. الجميل قوي انه اغلب الناس النهارده بتولد قيصريه، فبيبقى جرح القيصريه مضايق بعض الناس. الفراكشنال ده بيضيعه تخيلي. جروح القيصريه. عاده جروح الوجه بيحسنها كتير، خاصة كل ما الجرح يكون صغير. لكن جروح البطن بيبقى فيها هايلة. يعني الجهاز متعدد الاستخدامات جدا بصراحة ومذهل. انا سمعت عنه ما قدرتش، مع الناس تقول انت متحمس له قوي، ما انا ما قدرتش اقاومه. طبعا. انا عايز اعمل اي حاجة بيه، يعني انا شخصيا عايز اعمل على نفسي اي حاجة، بس يعني مش لاقي لسه. ما عنديش الحمد لله. بس الجهاز فعلا نتائجه هايلة. طب اخبار الهالات السوداء يا دكتور؟